تتبني القوات المسلحة مشروع جهاز معالج لمرضى الفيروسات الكبدية وفقا لمعايير البحث العلمي. بدأ تنفيذ تجارب العلاج على 80 مريضا تم اختيارهم من خلال لجنة طبية بعد وضع اشتراطات الأمان وإجراء دراسات متطورة لضمان صحة المريض حول مأمونية العلاج سواء بالأقراص أو الجهاز، وضمن عدم تعرضه لأي أخطار إشعاعية، وهو ما أكده المسؤولون المعنيون خلال المؤتمر الصحفي لعرض النتائج المبدئية لبروتوكولات العلاج لفيروسي. وزارة الصحة بعد ما الداتا دي كلها راحت لها اللي احنا عرضناها راحت طلعت التقرير ان احنا يجوز لنا استخدام الاقراص والوسيلة بتاع الجهاز كتجربة في المرضى، ودي في الحقيقة كانت مهمة جدا ان وزارة الصحة المصرية اقرت ان احنا نبدأ تجربة علاجية بالاقراص وبالجهاز على مجموعة منتقاة من المرضى. الفترة الزمنية للتجربة البحثية بتستمر من 3 ل 6 شهر، واحنا للمقدمه اللي قلتها ان القوات المسلحه اكثر حرصا من اي جهه في الدوله على صحه المصريين، فضلنا ان احنا تكون التجربه اجماليا 6 اشهر عشان نطمئن تماما انه ما فيش اثار جانبيه لا للجهاز ولا للاقراص، وبعد كده نوصل للنتيجه. ما كانش الهدف الرئيسي عندنا النتيجه ايجابي ولا سلبي بقدر التجربه امنه على المرضى. في 5 تمام، في تحسن في نسبه 33%، لكن لا يجوز ان انت تكون نتائج علميه الا بعد مرور الفتره دي، لان الكلام ده ما اقدرش اشيلك كده النمبر دلوقتي، لان الفيروسات غير اي حاجه. فرغم أن النتائج مبشرة إلا أن اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة ومركز البحوث وأساتذة الجامعات المصرية والهيئة الهندسية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإدارة الحرب الكيماوية أعلنت عن 6 أشهر أخرى للعلاج ومثلها للمتابعة لإعطاء النتائج النهائية لتبدأ بعدها مرحلة التسجيل الدولي والعلاج الفعلي على نطاق واسع وفقا لمعايير البحث العلمي. ونظرا لانه في استجابه مبدئيه ونتائج ايجابيه وللامان بتاع هذا الخط العلاجي، فامامنا سنه تقريبا عشان يبقى في اعلان احصائي وواضح وملتزم بكل المعايير الدوليه لنتائج التجربه الاكلينيكيه. عندئذ يصبح خط علاجي نقدر ان احنا نطبقه كخط علاجي. 80 مريضا تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليهم والتي جاءت مبشرة، فمعظم المرضى الذي تم علاجهم أبدوا سعادتهم البالغة بالشفاء التام من المرض. بدأوا معانا 10 أيام الأولانيين بالأقراص، ثم بعد 10 أيام بدأوا في زرع القسطرة الرئيسية اللي هي في الشريان الرئيسي، وبدأنا نخش على الجهاز كمرحلة علاجية كل يوم ساعة. جيت على الجلسة 16 وأخدت نيجاتيف، المفروض باخد 24 او 28 جلسه، ما شاء الله انا من ضمن الناس اللي خفيت في 16 جلسه، ما شاء الله من ضمن الناس اللي نيجاتيف في البي سي ار. دخلت على الجهاز وبعد 14 جلسه كنت تحت النيجاتيف، 16 جلسه من 24 جلسه كنت نيجاتيف.